بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بمناسبة انتهاء عام هجري وبداية عام هجري، فإننا نحمد الله ونشكره على أن بلغنا هذا العام، ونسأله أن يستعملنا فيه بطاعته وابتغاء مرضاته. ومرور الأعوام والسنين عبرة لمن اعتبر، وهي من آجالنا ومن أعمارنا، فعلينا أن نتذكر ذلك وأن نبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات العمر. يقول الشاعر: قدم لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. فعلى المسلم أن يغتنم هذه الأيام والليالي وهذه السنين بما يجده مدخرا له عند الله عز وجل، فهي ذخره عند الله سبحانه وتعالى. هذه حالة السلف الصالح وحالة من وفقه الله من المتأخرين للتفكر في هذه الدنيا وسرعة زوالها، وأنها محسوبة من عمره، وأنه لا يرد إلى الدنيا ليعمل صالحا على ما فات. فعلى المسلم أن يفكر وأن يبادر بالعمل الصالح في الفترة التي منحه الله إياها. قال الله جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.